بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأنا أتصفح إن شاء الله ملاحظاتكم التي أهتم بها كثيرا، لأن سلسلة صحح عبادتك إنما تستجيب إن شاء الله تبارك وتعالى لرغباتكم ولطلباتكم ولما أنتم محتاجون إليه. فلا يمكن أن أتحدث في هذا الموضوع عن أمور لستم متوقفين عليها، بل أريد بإذن الله تعالى أن أكون منسجما مع متطلبات احتياجات إخواني في مسألة تصحيح العبادات التي يقومون بها. فلا نفترض أمورا لا توجد أصلا، بل الفقيه ينبغي أن يحدث الناس بإذن الله عن الأمور التي تتوقف عليها صحة عباداتهم. وهذا إنما أستشفه من كثرة الأسئلة التي تتوجه إلى موضوع ما، فأنا حينما أجد أن أغلبية الأسئلة تتوجه إلى موضوع ما لن أتردد بإذن الله، حتى ولو بدا الموضوع عند كثير من الناس هو أمر معروف وبدهي، لكن هو ليس معروف وبدهي عند الناس، والدليل أن هؤلاء إنما يركزون في أسئلتهم على هذا الموضوع. الموضوع الذي رأيت أن كثير من إخواني يركزون عليه ويسألون عنه هي مسألة قضية الاستنجاء والاستجمار. يسألون دائما ما هو الاستنجاء وما هو الاستجمار وما هو الفرق بينهما ومتى يكون الاستنجاء والاستجمار، وهل إذا خرج الريح من المسلم المتوضئ وجب عليه الاستجمار أو يكتفي قط بالوضوء، فما علاقة الاستنجاء والاستجمار بالوضوء؟ هذه المواضيع كلها إن شاء الله تبارك وتعالى أقولها بسهولة. أولا، هنالك باب في الفقه يسمى باب الطهارة، يا كسي طهارة، والطهارة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: طهارة الحدث اللي هو طهارة البدن، طهارة البدن الحدث، والحدث فيه الحدث الأصغر والحدث الأكبر. الثانية طهارة ثياب بحيث لا تكون بها نجاسة، والطهارة الثالثة طهارة المكان الذي تصلي فيه. فالمطلوب من الإنسان أن يطهر هذه الثلاثة حتى تصح صلاته، لأن من شروط صحة الصلاة أربعة: الشرط الأول هو الطهارة، فلا تصح صلاة العبد إلا بالطهارة. أش من طهارة؟ طهارة البدن من الخبائث، زيد من الخبائث اللي هي الطهارة تاع الحدث الأصغر، أو لا من الجنابة ودم الحيض والنفاس اللي هي الطهارة الكبرى. إذن هذه الأولى، فلا يصلي الإنسان والعياذ بالله وهو فاقد للطهارة، سواء طهارة الصغرى التي تعني إزالة الحدث رفع الحدث الأصغر، أو للطهارة الكبرى التي يقصد منها رفع الحدث الأكبر اللي هو الجنابة أو دم الحيض. إذن هذا هو إن شاء الله تبارك وتعالى الأول، ثم طهارة الثياب، ثم طهارة المكان، فلا يصلي الإنسان في مكان نجس بحال المجزرة بحال الحمام بحال معروف. هذه المسألة الأولى. الله تبارك وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، والمقصود من الطهارة هو النظافة، إما نظافة حسية بحيث تزيل النجاسة المادية الحسية، وإما أن تزيل النجاسة المعنوية، تتطهر من النجاسة المعنوية، قال تعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عام هذا، والنجاسة فيهم نجاسة معنوية، نجاسة العقيدة. المشرك الذي يقول الملائكة بنات الله ويعبد غير الله، هذه نجاسة معنوية خطيرة، فلا يقربوا المسجد حتى يتطهر منها، حتى يوحد الله، فلا يذهب إلى بيت يعبد فيه الله وهو يشرك بالله، هذه نجاسة لا تستقيم.
الثانية، المسألة الثانية إن شاء الله تبارك وتعالى، ما هو الاستنجاء وما هو الاستجمار؟ هل الاستنجاء والاستجمار داخل في الوضوء وفي الغسل؟ قل لي يا سيدي، هذا وش هو داخل في الوضوء؟ فرائض الوضوء ليس فيها مسألة الاستنجاء والاستجمار. الاستنجاء والاستجمار واسمه هو؟ هو داخل في باب الطهارة التي لا تصح الصلاة إلا بها. يعني قبل أن تتوضأ إذا خرج من السبيلين شيء مائع، البول أو المسألة الأخرى الغائط، كان لا بد للمسلم قبل أن يتوضأ أن يطهر السبيلين مما خرج منهما من الأذى. هذه معروفة، إذا هو ما دخلش في الوضوء، دخل في الطهارة. سمعت يا سيدي، الاستجمار والاستنجاء داخلان في باب الطهارة لا في الوضوء، ما دخلش في الوضوء. ولذلك من نتكلم على فرائض الوضوء اسمها النية، غسل الوجه، ما كاينش ما كاينش ما كاينش ما كاينش الاستجمار، ما كاينش الاستنجاء. كاين النية، غسل الوجه، غسل اليدين الى المرفقين، مسح الراس، غسل الرجلين، ثم اذا شئتم التتابع والفور والدلك كما عند المالكيه. اذا ما كاينش شيء في الوضوء، اذا متى يكون الاستجمار والاستنجاء؟ اذا كانت هنالك نجاسه. هذه النجاسه فين تكون؟ في السبيلين، القبول والدبر. اللي راه معروف الانسان اذا دخل الانسان ليقضي حاجته فخرج اي شيء من القبول او الدبر لا يتوضأ حتى يطهر إن شاء الله تبارك وتعالى هذين المكانين من الأذى. إذن ما هو الفرق بين الاستنجاء والاستجمار؟ الاستنجاء هو إزالة النجسة وتطهير القبل والدبر، تطهيره من النجاسة بواسطة الماء، بواسطة الماء. فأفضل ما يطهر من النجاسة هو الماء، وأنزلنا من السماء ماء طهورا، الماء الطهور. إذن فهذا إن شاء الله تبارك وتعالى إزالة النجاسة بالماء يسمى الاستنجاء. الاستجمار واسمه هو كان في البادية يصعب استعمال الماء إما لقلته أو لشدة الحاجة إليه، فكانوا يقومون بدل الاستنجاء بالاستجمار، وهو إزالة نفس النجاسة من السبيلين بالحجارة، لأن الجمار هي الحصيات الصغيرة. سمعت يا سيدي؟ فهمتوا؟ الاستنجاء هو إزالة النجاسة الخارجة من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة وتطهير السبيلين من النجاسة بالحجارة. إذا في المقصود هو الطهارة. الحجر يكفي ولا ما يكفيش؟ الحجر لوحده يكفي، هذا كيسمي استجمار. كاين شي حاجه اخرى باش تقلع باش دير الاستجمار؟ دير بالحجاره زيد او لا باش بالخشب او لا باش او لا بالاوراق، انا كعرف الاوراق، ولكن ديك الاوراق ما تكونش فيها شي كتابه ولا. ولا يستنجى بالعظم، لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يستنجي المسلم بالعظام، لان العظام اخبر النبي صلى الله عليه وسلم هي طعام إخوانكم من الجن، فأيما لحم أكلته بعد أن سميت الله عليه فإذا بقي عظم صار مليئا باللحم لإخواننا الجن، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم سموا الله عليه فإنكم متى أكلتم ذلك وقد سميتم الله عليه عوض الله تعالى به لحما لإخوانكم الجن. على كل حال، فالعظم إذن هو طعام، ولا يمكن أبدا يستعمل الطعام في إزالة النجاسة، لأن هذا من كفران النعمة ومن الجحود بالنعمة. هل يجوز مثلا أن نجمع بين الاستجمار والاستنجاء؟ نعم، احنا بحال في المدينة يقومون بالاستجمار عن طريق الأوراق ثم بعد ذلك يغسلون بالماء، أو إلا يقومون بالاستجمار بالحجارة في البوادي ويتمون إن شاء الله تعالى تمام التطهير بالماء، فيستعملون الاستجمار والاستنجاء. لكن الاستجمار وحده يكفي، إما بالورق وإما بالحجر وإما بأي شيء شرعه الإسلام لإزالة النجاسة، لكن أفضلهم هو الماء.
وأفضل من الماء أن تجمع بينهم كما هو الحال بالنسبة لحال المسلمين اليوم في المدن. إذن فهمنا الآن إن شاء الله تبارك وتعالى. بالنسبة للاستجمار، كم يحتاج الإنسان من حجر لكي يزيل النجاسة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقرر أن ثلاثة تكفي، ومن لم تكفيه ثلاثة هذا إنسان يعني يسير في طريق الوسواس. فإذا خرجت الحجرة الثالثة وهي شبه طاهرة فقد زالت النجاسة، ويمكن الإنسان أن يبدأ في الوضوء إذا لم يتبعه بالماء. وحدة تكفي ولا ما تكفيش؟ تكفي واحدة. إذا كانت إن شاء الله غير مائع تكفي حجرة واحدة بإذن الله، أو لا يكفي مثلا ورقة واحدة من إزالة النجاسة في السبيلين معا. الآن السؤال اللي كيسقسيوني بزاف، هذا المتوضئ انتقض وضوءه ليس بقضاء الحاجة، أي لم ينتقض الوضوء بخروج مائع من السبيلين ولكن فقط بالريح. هذا اللي فقط خرج منه الريح وبغى يتوضا، واش واجب عليه يمشي يدير الاستنجاء ولا الاستجمار، او اللي يمشي يتوضا مباشره؟ قولوا لي نتوما اللي دائما كتسقسوني هذا السؤال، قولوا لي. اذا ما فكاينش النجاسه، الاستنجاء والاستجمار هو دار الطهاره اللي هي شرط من شروط صحه الصلاه، ما دارش الوضوء، فهو لا يحتاج لكي يقوم بالاستنجاء والاستجمار لان ما كاينش النجاسه. كاين اللي يحسب له غير يخرج منه الريح ويبغي يتوضا خصو يدخل الحمام باش يمشي يدير الاستنجاء. علاش يا سيدي؟ لماذا تشدد على نفسك؟ والمشكل هو اذا كان يعتقد ان ذلك واجبا يدخل في الوضوء، راه عنده الخلل. هذا ماشي غير يمشي يستنجى، يمشي يستنجى وهو يعتقد انه لو لم يقم بالاستنجاء الوضوء تاعو ماشي صحيح. ايوا يلاه، هو لم يخرج من السبيلين اي نجاسه، هو فقط انتقض وضوءه بفعل الريح، إما الريح وإما الريح الذي له الصوت الذي يسمى الضرات، أو لا يعني الريح العادي. هذا لا يحتاج أبدا للاستنجاء، اللهم إلا إذا قد وقع مع الريح أو مع الآخر يعني خروج شيء من النجاسة، هنا ما عندنا ما نديره لأن كاين نجاسة. إذا فهمتوني؟ فهمتوني؟ الله يجزيكم بخير. نعاود لكم، كاين الاستنجاء والاستجمار داخلي في الطهارة ماشي في الوضوء. الاستنجاء هو إزالة النجاسة من السبيلين بالماء، الاستجمار هو إزالة النجاسة بالأحجار أم بالأوراق أم ما شابهها مما لم يمنع الإسلام منه إزالة النجاسة. يمكن الجمع بين الاستجمار والاستنجاء وهو أحسن الحالات كما هو عند المدن إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا خرج من الإنسان الريح أو الضراط هذا لا يستوجب الاستنجاء أو الاستجمار، لأنه لم يخرج من السبيلين من النجاسة ما يستوجب إزالتها بالاستنجاء والاستجمار، وإنما يذهب للوضوء مباشرة. ما تشقوش على أنفسكم، تعلموا دينكم، صححوا عباداتكم. آخر كلمة نقولها، ما هو المقصود من الاستجمار عند عدم وجود الماء؟ كيكون مسافر الإنسان وما عندوش الماء وخصو يتيمم ولكن خرج منه النجاسة وما عندوش الماء، يقوم بالاستجمار ويمشي يتيمم بالحجر ولا حتى ولا مع عدم وجود الماء. فما هو المقصود إذن من الاستجمار؟ المقصود من الاستجمار تيسير أمر الطهارة للمتطهر. المقصود من الاستجمار هو تيسير أمر الطهارة للمتطهر، يسر، لأن لو كان الأمر يتطلب دائما وجود الماء فإن وجود الماء دائما أمر مستحيل، خاصة أن الإنسان يسافر في الطائرة، يسافر عبر القطار، يسافر عبر الحافلة. إذا فوجود الماء في بعض الحالات يكون صعبا وشاقا، ولذلك شرعت مسألة إن شاء الله تبارك وتعالى الطهارة بالاستجمار. جزاكم الله خير وأحسن الله إليكم ورفع قدركم.